forum, qu'est-ce qu'il signifie pour votre pays, pour votre organisation? Oh, ici en Tunisie, moi je viens du Nigeria avec tout le groupe. Hein. D'abord, ça signifie l'Afrique vient ensemble. Mm-hmm. Deuxièmement, le monde vient en Afrique. Mm-hmm. Ça signifie que tous ceux qui luttent pour la libération des pauvres, pour un monde qui est complètement nouveau, un monde qui a vécu pendant trop longtemps sous le néolibéralisme, on s'est dit, ça va, vous avez fait votre beau temps. Maintenant, nous voulons un nouveau monde dans lequel nous serons tous impliqués. Okay. Que le monde nous appartient à nous tous. Un autre monde que nous voulons construire. Nous ne voulons plus nous battre. Nous ne voulons plus les armes, nous ne voulons plus de mort. Eh bien, détendons-nous, relaxons-nous, protégeons notre environnement, produisons ce dont nous avons besoin, n'accumulez plus les richesses parce que ça ne sert à rien de les accumuler. Merci beaucoup. Vive la révolution. Eu acho que esse é o momento que a Tunísia e nós, todos do mundo, estamos vivendo. E mostrando para o mundo que é possível um mundo melhor quando as lutas são iguais em lugares diferentes, mas elas são as mesmas. Então é isso que esse fórum aqui na Tunísia está nos mostrando. Por esse fórum, nós estamos aqui hoje para tentar fazer compreender ao mundo inteiro que é importante que haja des ponts e não des murs entre os países. Car si Dieu avait voulu que les hommes restent sur place, il aurait pu aller créer avec des racines pour qu'ils restent sur place. Étant donné qu'il les a créés ainsi, donc ils peuvent se déplacer. Alors pourquoi faire des frontières? Alors la terre appartient à tout le monde. La terre n'appartient pas à une seule personne, elle appartient à tout le monde. Sou brasileira, sou campesina do Movimento Sem Terra e estou aqui para compartilhar nossas experiências, para fortalecer nossas lutas no Brasil e em todo o continente, os continentes. برامج ونشاطات ومنتجات فهو بنعتبر انه هي يعني تظاهره ثقافيه عالميه تلتقوا فيها كل مواطنين الشعوب بيعبروا عن ارائهم حوار الحضارات والثقافات فبعتبر انها مناسبه يعني مهمه واساسيه في موضوع التحول الديمقراطي في موضوع تمكين الشعوب من الاراده السياسيه. هل يمكن ان تفسير البرنامج برنامج المنظمه ومشاركتها طبعا اول شيء حيكون عده ورش خاصه بقضايا معينه، حيكون شيء عندنا له علاقه بالشباب، حيكون شيء له علاقه بقضيه الحسره كونها قضيه عادله، اطلاع المجتمع الدولي واطلاع كل المؤسسات الدوليه على قضيه الحسره، وانه حيكون عندنا عباره عن نداءات استغاثه، حيكون هنالك نداء الأسرة ونداء الحرية ونداء القدس. طبعا باليوم الأخير حيكون جزء أساسي في التظاهرة اللي حتكون خاصة بفلسطين في يوم الأرض. يوم الأرض يعني حتكون توزيع على المشاركين الأعلام الفلسطينية، وحنخرج طبعا بمذكرة يوقع عليها كل أعضاء المنتدى الاجتماعي مساندة لفلسطين. ايضا المرأة كمان حاضرة في حقوقها، حيكون ان يعني بعض الشعارات اللي حنقدمها وبعض الدراسات وبعض اوراق العمل نقدمها باسم المجمع العربي. اذا انتم من منظمي مسيرة يوم السبت يوم اختتام الدورة؟ جزء من المنظمين. شكرا جزيلا. عفوا. الله يخليك. أول شيء أهم شيء بالفروم هو المساج تبعه وهي الكرامة، وبالنسبة إحنا كوفد شباب فلسطيني قادم من فلسطين يعني العيش بحرية وبكرامة وإنهاء الاحتلال هو أهم شيء، يعني هو هذا يعني هو هذا مسج للشعب الفلسطيني لكل العالم أنه يريد إنهاء الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه مثل باقي شعوب العالم. وهنا تكمن أهمية الفروم بالنسبة المنتدى بالنسبة للفلسطينيين، ونحن نمثل الوفد الشباب الفلسطيني القادم من كل أرض فلسطين، أراضي المحتلة 48 ومن القدس ومن الضفة الغربية ومن قطاع غزة. النهاردة جاي شعوب من العالم كله في منطقتنا، وأنا زياد العليمي النائب البرلماني زياد.
النهارده جاي شعوب من العالم كله في اول بلد عربيه بدات فيها الثورات انتشرت في الوطن العربي كله عشان نقول للعالم كله ان شعوب العالم هيكملوا مسيرتهم من اجل الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، وان عالمنا لا مكان فيه لحكومات مستبده، عالمنا لا مكان فيه سوى للحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. الشعوب هي اللي هتحكم، هي اللي هتقول كلمتها، والكلمه الاخيره في العالم بتاعنا للناس اللي كدحوا عشان البلاد دي تتحرر. الكلمه الحقيقيه في بلادنا وفي العالم كله للشعوب اللي هتجيب الحريه مهما كانت. سمعت لي فما منتدى اجتماعي في عبد الكل في الخضار، حابين نشوف المنتدى شنو هو، شنو الافكار اللي مقدمها، شنو البدء اللي عنده، شنو جايب لنا من الغرب كي احنا ناقصين ما نجموش نجيبوا افكار. انا نسال فيكم في تعليق جيت للاسامبلي دفع شنو اللي انا شنو انا مرأة، دونك اي حاجه تهم المرأة تعنيني، واي افكار يعني مطروحه للمراه وباش نشوف كيفاش قاعدين يحبوا يتعاملوا مع المراه، احنا موجودات باش نسمع وباش نتفاعلوا، زاده مش فقط باش نسمع لان نريد ان نتفاعلوا، لان احنا نساء عندنا زاده بدائلنا، عندنا عقائدنا، عندنا ايديولوجيا نتاعنا، عندنا خلفياتنا، وزاده نحبوا نطرحوها على العباد كيف ما نحبوا، يعني العباد يحبوا يعطيونا افكارهم، احنا زاده نحبوا نعطيهم نقدموا افكارنا ونقدموا بدائلنا، لان نحن لنا افكار وبدائل الحمد لله. مهم نضيفوا على والله لا هكاك نقول لك راهو تونس دي بون ندافع على حقوق المرأة. اش معناتها انت لازم تقولي شو معناتها ندافع على حقوق المرأة؟ عشان انا نعرف نجاوب. ندافع على اي حق تثبت المرأة قبل ما نجاوب. انا نقول لك المرأة تثبت حقوقها من اللي اعطانا ربي سبحانه، وربي سبحانه اكرم امة محمد بسيدنا محمد وبالرسالة المحمدية. فالمرأة اكتسبت حقوقها من وقتها ولله الحمد والمنة. المرأة المسلمة انتخبت، أول مرأة مسلمة انتخبت منذ 14 مرة. Há um momento que a gente faz uma integração de todos os povos, que mostra que a gente não tem raça, nem cor, nem credo, que todo mundo emanado uma palavra só, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, todo mundo tem direito de ser feliz. Há esperança para a terra, há esperança para os pobres, há esperança para todos os povos trabalhadores. Graças.